إذن بفقرة الموضة اليوم معنا فرح الأسمر، أخصائية الموضة. رح نحكي عن الشك بأنواعه. أهلا وسهلا فرح. صباح الخير. كيف حالك؟ كيفك؟ تمام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني كل شيء عم بضوي وبلمع بالاستوديو، عم بشوف وبتفرج بجد. يعني قماشة البيت هاي اللي عمالهم بيستخدموها هلا على طول، بكل سواء فساتين سهرة، توبات، حتى بال يعني كاجوال ممكن تستخدميه، أو صحيح. حتى بالإيفنينج دريسز، فيعني كله مستخدم هذا الشك. بتعرفي رندا، هلا احنا كل صيف بدرج عندك سرعات معينة، فإحنا اليوم بدنا نفرجي الشك من السرعات اللي عم نعرضها بكل حلقة، عم بيكون عندنا شيء جديد. بدنا نبلش، ما بعرف تحبي نبلش من عندك من الكاجوال ورا شوي اكثر؟ يلا نبلش بالاشياء اللي بنستخدمها خلال النهار. اوكي. هلا في عندنا مثلا توب مثل هيك، اذا بتحبي انت تفرجينا اياها. هاي التوب. هلا هاي التوب مثلا بتشوفيها انت كيف الخرز اللي عليها، هو زي الباياتو عباره عن مخطط بالطول. اوكي. فهاي التوب اول شيء لونها بيج من الالوان اللي اكيد دارجه دائما بالصيف. والاكوا كمان لون كلياتنا بنحب نلبسه، حلوه على الجينز ابيض او حلوه حتى على الجينز لونه عادي. الست اللي بتقدر تلبس هاي التوب اذا كانت مليانه من هاي المنطقه ما في مشكله، لانه التوب اول شيء مرتاحه. صحيح. بتخبي مزبوط، وعندك الخطوط تبعتك موجوده بالطول. حلو. اوكي. هو دائما اجمالا الخطوط اللي بالطول بتنحف، واللي أكيد. بالعرض اكيد بتعرض. بتعرض اكيد. وخفيفه هيك بالصيف، حلوه كثير يعني. حلوة حلوة. مع هذا الجو اللي احنا فيه هالايام. اكيد. نشوف القطعه الثانيه. اوكي. هاي نفس الشيء. شوفي هاي التوب مثلا، هذا ظهرها. هاي قدام كمان الزكزاك. هلا هاي بالعكس عم نفرجي. اول شيء نوع الشكل اللي فيها اللي هو زي الخرز الطولي معمول فيه على شكل زكزاك. اوكي. فهاي التوب خلينا نحسب كانه الخطوط الموجوده عندك انك تشوفيهم بالعرض. فهاي التوب انا بقول بتروح لوحده كثير نحيفه، خلينا نقول نحيفه طويله. بالضبط. او حتى لو كانت عندها مثلا منطقه الصدر مش كثير كبيره، بس من هون هي كمان انه لو كانت مش عريضه يعني بدها تكون كل الجسم بده يكون فيه تناسق من هون. ايش نوع الشكل الموجود فيها؟ الشكل الموجود هو عباره عن خرز بس معمول بشكل طولي على شكل الزكزاك زي ما حكينا. هلا الشيء الحلو هاي فيها رندا انه لانها مدوره من قدام ما تلبسها اللي عندها المنطقه الفوقانيه كثير عريضه. وشوفي هون كمان كثير حلو من ورا، واذا بتحب اكيد فيها تلبس تحتها توب بيضه نفس الشيء، ببينوا حتى الخطوط حتى لو ملبوس تحتها ابيض. يعني ممكن تلبس ابيض، ممكن تلبس بادي سيلفر. صحيح. يعني صحيح. طيب ممكن تلبس حتى لون البيج اللي هو مثل لون الجسم تحتيها. مزبوط. اذا اكيد ما بتحب تلبسها، واذا اذا بتحب تلبسها هيك فيها تلبس فوقها مثلا جاكيت بليزرز. هلا كمان الجاكيتات عندنا كثير موضه. هاي التوب حلوه كمان، الوانها كثير خفيفه. مزبوط. بس الغريب انه مدخلين اللون الزهر البينك مع البيتش. مع البيتش. انا هذه حسيتها اليوم غريب. شوي غريبه. قلت نجيب شيء هيك شوي غريب. بتعرفي هلا كمان الفقسات كثير درجه موضه بهذا الصيف. عم نشوفها بالفساتين من ورا، عم نشوفها بالتنانير كمان هلا بالتوبس. والقماشه هون طبعا موجوده عندنا زي اللي هي زي الكراب حرير. اوكي. وهون كمان الشكل موجود عندك هو عباره خرز. عن قطع خرز. مزبوط. اشكال مربعات. هلا احنا عم نشوف اشكال مختلفه من الشاك، عم نشوف الوان مختلفه حتى نشوف بس ظهرها من ورا كيف. كمان هلا الموضه كثير عم بيكون بالظهر المفتوح. فاذا الست ما بتحب مثل ما قلنا بتلبس تحتها توب او بتلبس فوقها جاكيت اسود كمان بيطلع كثير حلو. حلو. يعني حتى لو ما كانت كلها شاك، في شغلات على الجيبه، على ممكن على الأب هون مثلا شك. هاي التوب كمان كثير حلوه، لانه هلا عندنا البيات اللي هو بيجي كلياته ستراس من فوق لتحت. كمان دارج كثير حلوه هاي، بتلبسها مثلا مع بنطلون اسود حلوه. بتلبسها مع تنوره حتى. اوكي. اذا بتحط عليها بلت رفيع من هون بتلبس تحتها تنوره. ممكن تكون كمان إيلان، ممكن تكون ضيقه. انا بحب اذا التوب واسعه نلبس من تحت شوي اضيق. وممكن كمان حلو على بنطلون سكيني اسود مثل انت لابستي اليوم رضا. البلت اللي بتحطه يفضل انه ما يكون بالمعمشة. اكيد. وبده يكون رفيع لانه التوب كلياتها ما فيها كثير ديزاين، هي بس عباره عن الشك نفسه. حلوه كثير. ومن نفس الشيء بدنا نفرجي البنطلون اللي جنبك، لانه كمان هذا سرعة. هذا كمان من تصاميم بيجو اللي هم مصممين اردنيين. اوكي. اوكي. كله بيات. هذا البانتس كله بيات، فهذا حلو مع توب بيج. حلو مع توب سودا مثلا اذا كانت كريبو خفيفه. وسكيني. سكيني. وسكيني يعني اكيد. وبلتبس كمان مع هيلز عالي كمان بيطلع حلو كثير. وهذا حلو لليل اذا سهره. حفله. سهره. مزبوط.
اوكي هلا ننتقل للفساتين. وبالفعل انا شفت مجموعه كثير حلوه. هذا الفستان ما فيه شك، عم بقول لك ما فيه شك، يعني فرح كيف جايبتي. بعدين تفاجأت انه البلت نفسه، البلت مزبوط هو اللي فيه الشك. البلت هو اللي فيه الشك. اوكي البلت اكيد بيجي على الخصر، وهذا اللون اللي عم نحكي عنه رندا كثير موضه بالصيف، الكورل اللي هو بين الاورنج والاحمر، كل الصبايا بتحب تلبسه. وقماشته حلوه وطريقه خياطته كانها يعني بالشقلوب. صحيح. صح والله، طريقة انا فكرتك اصلا عملتي بالشقلوب. لا مش انا، طريقه الخياطه تبعته بالشقلوب. اوكي ومن فوق كمان، خلينا اذا بنقيم البلت بنشوف كمان التصميم تبعه كثير حلو وسمبل، والحركه فيه هي بس عباره عن الشكل اللي موجود على البلت واللون. يعني اوقات بتكون القصه سمبل عندنا، بس القطعه اللي عم نفرجيها هي التركيز على شغله معينه. يعني وممكن تلبس كمان اللي لابس هذا الفستان اكسسوار فيه نفس الشكل، مش هيك؟ اكيد بتلبس حلق. انا بحب اذا مثلا حلق. البلت هون فيها تلبس حلق طويل، حلق. نفس ال الخرز هون ننتقل لقطعة كتير حلوة وتقيلة. وكمان هلا رندا عم نشوف كثير بالسليبرتيز، الحلقات اللي حكينا فيها الحلقات الماضيه بحفلات الاوسكار، الممثلين والمشاهير كلياتهم عم بيلبسوا البيات بالحفلات. هلا هذا الفستان انا حبيته اليوم لانه فيه كثير ثقيل، اول شيء كثير ثقيل ما قدرنا نعلقه على مانيكا. بالضبط كثير. اوكي وهذا من تصاميم توفنام واللي هم مصممين اتراك. اوكي فهلا الشيء الحلو فيه هون انه عندك اكثر من نوع ابليك مركب، يعني في عندنا اول شيء مثل اللولو، في مثل شورفسكي، في الابليك كلها مركبه. من هون بنرجع بنشوف الدانتيل بفوت، ومن تحت ترجع بتشوفي مثل الخرز مفلوت فيه. وكل طريقه شغله مثل كانه مقصب، بتحسي شوف من ورا يعني شغل ايد، حتى من ورا في الخرز مع اكيد، والتل اكيد التولي. كمان موضه كثير. والدانتيل حكينا عنه كمان بالحلقه الماضيه، فهون عم نشوفه دانتيل مشكوك. اوكي هذا فستان كثير حلو، هذا اللي بنفع لخطبه على فكره. ممكن. اكيد ممكن. لون كتير موضة رندا، ثانك يو انك ساعدتيني لانه عن جد تقيل. اوكي هلا هون بنكمل كمان عندنا اشياء للناس اللي بتحب الاشياء الكتير سمبل. في كتير ناس على فكره بتخاف من اللون الرمادي السيلفر، بس هو لون كتير حلو وعم بدرج هلا عندنا بالصيف من الالوان الرايقه، من الالوان الباستيل اللي موجوده. ما هو حتى كمان الشكل اللي موجود هذا عاكس، يعني لما بتدخل بسهره او بحفله عرس او شيء بتحسي مع الاضاءه ومع هاي كله بيعكس. أكيد وبيعكس أكيد. على وش الاشياء اللي عم نفرجيها اليوم هي اشياء اوريدي بتضوي، هي اشياء بتلمع موجودة عنا على الألوان الخفيفة وعلى الألوان القوية. فالموديل أوقات بيكون عندك سيمبل، بس القماشة اللي عم نستعملها هي القماشة القوية. هون نفس الشيء اللي عم نقوله، الموديل سيمبل وستريت لتحت أي لاين. هاي المليانة بتقدر تلبسه عادي؟ شوف المليانة فيها تلبسه عادي لأنه خصره عالي. أوكي إذا هي كانت مليانة من المنطقة التحتانية بدها تكون بدها إشي هدل. أوكي. من فوق المليانة عادة من الجوانب والبطن. هون كيف شو بتنصحيها تلبس فستان سهرة؟ هذا الإشي لأنه خصره عالي. إحنا دائما بنقول إذا في مليان حدا من منطقة البطن يا بدك تلبسي أوطى يا بدك تلبسي كتير أعلى. هذا من الفساتين المناسب لأنه خصره عالي. صحيح. هو إحنا بنقول له إمباير ويست لأنه بيجي على طول بعد الصدر وبهدل بعديها كل الفستان. فأنت ما بتقدري تشوفي وين المناطق اللي مش مرغوب فيها بالجسم، بتشوفي كل القصة مرتبة وحلوة. هلا الشكل الموجود فيه رندا اذا بنقرب بنشوف هو هيو مقصب مثل كانه شغل ايد. اوكي هذا شيء كثير حلو، هذا شيء اورينتال يعني حتى هو. اوكي مثل التراديشنال القديم. وكل الفستان معمول شكله زي الفساتين القديمه اللي هو الفينتج. ننتقل هون بنشوف كمان قطعه كثير حلوه. هاي من ورا ولا من قدام؟ هاي من قدام. والبراند اسمها توينز. اوكي هلا هون الشيء الحلو الشك تحت عاملينه، الشك كله تحت. اذا بدي ارفع انا كمان اوكي اذا الشك الفستان من تحت، الشك بالفستان من تحت. هي ايوه بدنا تاخذها من بعيد شوي للمخرجه. اوكي خطوطه كثير حلوه. وهلا الناس عم تتجرأ تلبس ابيض بالحفلات اكثر. هاي انا رح اتنين انا بتخيل اللي بدها تلبس هذا بتكون جريئه كثير لانه كمان بيعبعب من هون. صحيح. فممكن بنصح فلازم تكون نحيفه كثير، لازم تكون كثير نحيفه بهذا الفستان. لانه معبعب ورح يكون طالع من منطقه الوراك، فلازم هي تكون متاكده انه هاي المنطقه هي موجوده فيها نحيفه. وما في مشكله اذا كانت هي شوي مليانه من المنطقه الفوقانيه. لانه اوريدي الفي احنا بنقول دائما كل شيء بداخل لجوا بنحف. اوكي فالفي لجوا وعندك كل تجمع القماش موجود لجوا.
بس هذا بنفس الوقت بلم عندك من ورا، فضروري تكون الست جسمها كله يعني متناسق، سواء كانت مليانة أو نحيفة كتير، بس بده يكون في تناسق شوي. أوكي. هون نرجع نكمل. هذا من الفساتين كتير حلوة وخفيفة بالصيف، هذا ظهره، هاي قدام. اوكي مع بعب وهيك ريلاكست بيقولوا له الموديل. القماش الموجوده عندك هي البيات، اذا بتشوفي رندا في اكثر من نوع بيات موجوده بالضبط. عم بلاحظ كمان هذا بيعمل ضوء اكثر، ريفلكشن. صحيح صحيح. اوكي، والقماش المحطوط عليه كمان هو قماش كثير خفيف. ولون تركواز صراحه من الالوان الحلوه بالصيف كمان. هاي من ورا، هاي من ورا اكيد. اوكي حلو كثير. فرجي اخر كمان قطعه هون موجود عندنا كمان التوبس. اوكي، هاي التوب حتى جبناها، انا جبتها واسعه اكثر مشان يعني ما تخاف الست اللي حجمها انها كبير تلبس هيك شيء، لانه هو القصه تبعته اوريدي واسعه، موجود القصه بيات. عجبتني هاي. عجبتك اللون؟ اوكي هذا كثير، هاي البراند توفونام كثير فيها شغل ايد. اوكي حلو. نرجع نشوف من ورا نفس الشيء القلب. وهلا التل احنا عم نحكي بكل الحلقات انه عندنا القماش الخفيف موجود بكل الديزاينز. اوكي الفستان الاخير، يلا تنوره معنا بالاخر تنوره. عشان قدرنا نفرجي كل القطع. اوكي حلوه. هلا هاي التنوره فيها كثير شغل. هي عباره عن ابليك مركب، بس الابليك هو اللي مركب عليه الخرز. احنا عم نفرجي انواع من الشك، ففي عندنا بيات، في خرز، في المقصب، في البيات اللي بالطولي، في الشك، في قطع شورفسكي، اكثر من نوع، كل مصمم بيعملها بطريقته الخاصه يعني. فهاي كانت من الاشياء الحلوه اللي بحب بتمنى مميزة. تكون عجبتك اليوم. قطعه كمان كثير حلوه، حلوه اذا مع توب سودا بلين او توب ذهبي. او توب ذهبي صحيح. لا حلو كمان. طيب خلينا نشوف الفستان الاخير اللي موجود على اكيد على المانيكان. المانيكان اوكي اوكي. هذا من الفساتين اللي حقيقه مميز، يعني اذا بتفوت فيه صبيه على سهره اكيد بتلفت النظر. طبعا كله ضاوي. كله ضاوي مزبوط. والبردو الموديل اللي فيه كتير حلو، هو زمزمه زي كيف العبايه بتقولي لها، بس مسكره وبس اكيد طبعا كات من هون. هذا يمكن ما بده كتير شغل بالنسبه للخياطه او هيك، ما بتحسي هذا يعني اذا فكرت الوحده تخيط ممكن اكيد مش صعب، لانه قماش عباره عن وحدة. تجمع بس بدك يكون التجمع معمول من منطقه صح عشان ما يكبر المنطقه، مناطق مش مرغوب فيها. ايوه اوكي. فانت التجمع اللي موجود عندك بالطول مش بالعرض، يعني انت مش القماشه جاي هيك، القماشه جاي من تحت لفوق. اوكي فهذا كمان من التصاميم اللي كثير حلوه. وهلا من التصاميم الدارجه رندا، انه الفستان عم بيكون على قد الطول، ما عم بيكون كثير مش حاط لورا. ما في له ديل كثير، ما في له ديل لانه بيت واقف اصلا، هي القماشه ما بتشحط كثير لورا. ونفس الشيء الاسود كمان بهدي شوي وبركز على منطقه الخصر اذا المنطقه موجوده حلوه. هذا من الفساتين اللي ما بدها كثير اكسسوار ولا بدها كثير تعجيب بالشكل. الفستان لحاله موديله حلو بيحكي عن حاله اكيد وسمبل يعني بنفس الوقت. يسلم ايديكي فرح، وبجد فرحتينا بهال التصاميم الحلوه والمميزه. يعطيكي الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.